بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة، جرت بحمد الله وعونه يومه الجمعة 25 نوفمبر 2011 في مجموع عمالات وأقاليم المملكة الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس النواب للولاية التشريعية المقبلة. وتعتبر هذه الانتخابات التشريعية الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد للمملكة الذي صادق عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة يوم فاتح يوليوز 2011. إن هذا الاقتراع الذي جرى في 38190 مكتبا للتصويت شكل بالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة فرصة لممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني والقيام من خلال تصويتهم باختيار الهيئة التي تحظى بثقتهم من بين المرشحين ذكوراً وإناثاً الذين زكتهم الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي سواء على مستوى اللوائح المحلية أو اللوائح الوطنية. كما جرى الاقتراع في ظروف عادية وجو من التعبئة طبعته المنافسة الشريفة مع التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، بحيث جرت عمليات التصويت في مناخ متسم بالهدوء وروح المسؤولية والمشاركة القائمة على حرية الاختيار. وقد تأتى تحقيق ذلك بفضل جهود كافة الفاعلين السياسيين والإدارة الترابية والسلطات القضائية التي تعبأت والتزمت بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ليوم 6 نوفمبر 2011 بمناسبة تخليد الذكرى 36 للمسيرة الخضراء، والذي حتى فيه جلالته حفظه الله على أن تظل التعبئة الوطنية الشاملة عماد رفع التحدي الكبير لإنجاح انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية. وبخصوص معدل المشاركة في الاقتراع واستناداً إلى المعلومات المتوفرة إلى حدود الآن، فقد تم تسجيل نسبة مشاركة على الصعيد الوطني تناهز 45%. أما فيما يتعلق بنتائج الانتخاب فإن فرز وإحصاء الأصوات لا زالت متواصلة إلى حدود الساعة في مختلف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بمشاركة الفاحصين المعينين من طرف الأحزاب السياسية وبحضور ممثلي هذه الأحزاب. وفي هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى أن النتائج النهائية للاقتراع برسم الدوائر الانتخابية المحلية والتي تهم 305 مقعداً من أصل 395 تحصرها وتعلن عنها طبقاً للقانون لجن الإحصاء التي يترأسها السادة القضاة على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات. وعلى هذا الأساس سيتم الإخبار بهذه النتائج يوم غد السبت 26 نوفمبر إن شاء الله. أما فيما يخص النتيجة النهائية للاقتراع برسم الدائرة الانتخابية الوطنية والتي تضم 90 مقعداً فستعلنها اللجنة الوطنية للإحصاء التي يترأسها رئيس غرفة بمحكمة النقد انطلاقاً من محاضر لجنة الإحصاء الإقليمية التي ستتوارد عليها طيلة يوم غد السبت 26 نوفمبر من مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والمتضمنة للنتائج الفرعية التي ستقوم اللجنة المذكورة بحصرها. وسيتم إبلاغ النتيجة النهائية الخاصة بالدائرة الوطنية إلى العموم فور انتهاء اللجنة الوطنية للإحصاء من حصرها والإعلان عنها طبقاً للقانون. وبهذه المناسبة أود الإشادة بكل الفاعلين والقوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني والسلطات الإدارية والقضائية والأمنية وكذا وسائل الإعلام وبصفة عامة كافة الهيئات التي ساهمت كل في مجال اختصاصه في تنظيم وإنجاح هذا الاقتراع. ومن الأكيد
أن الانخراط القوي والإيجابي لكل القوى والفعاليات والهيئات المذكورة لا يعطي الدليل القاطع عن التقاطها واستيعابها للإشارات القوية والدالة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التزام قواعد النزاهة والشفافية، والتي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامية منذ انطلاق ورش الإصلاح الدستوري، خاصة الخطاب التاريخي ليوم 9 مارس 2011 الذي شكل مدخلاً أساسياً له. كما أتقدم بالشكر إلى الهيئات السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي وإلى كافة مرشحيها على الالتزام بقواعد التباري الشريف في إطار الضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وعلى الروح الوطنية التي أبانوا عنها. ولا تفوتني الفرصة لتهنئة المواطنات والمواطنين على حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني في التصويت، مساهمين بذلك في تكريس النموذج المغربي في التحول الديمقراطي وإرساء صرحه والرقي به في مناخ يطبعه الهدوء والثبات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.